أنا محمد علي رضوان الحارثي، أنهيت الخدمة الوطنية ورجعت إلى عملي في بلدية الشارقة في إدارة التنظيم الإيجاري كمستشار قانوني. يعني أضافت الخدمة الوطنية أمور كثيرة في حياتي، وأصبحت اجتماعي أكثر، جريء، ارتجالي، صاحب قرار. يعني هاي أكثر الأشياء اللي أثرت في نفسي. تغلبي على الانطوائية أضاف في حياتي بروز في المجتمع أكثر من قبل. فقمت أشترك حتى في الدورات والندوات، حتى المجلس الاستشاري قدمت فيه، حتى أمام القاضي ولا المحامين. أصبحت واثق من نفسي في إبداء رأيي، كأني كنت مسجون في نفسي وخرجت إلى العالم بعد الخدمة الوطنية. والله لولا الخدمة الوطنية كان ما قدرت أطلع في هذه المقابلة.